محيط الراس او الطول بتاع الايس كاب، هيطلع لك دلوقتي، هيظهر لك على الشاشة جدول ممكن تمشي عليه برضو. خلاص كده حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بكم متابعيني في كل مكان، يا رب تكونوا جميعا بخير ان شاء الله. باذن الله النهارده كده الفيديو بتاعنا جميل وسهل وبسيط، نشتغل مع بعض كده ايس كاب اولادي، شكله جميل وسهله بسيطه بغرزه مميزه، غرزه عظم الرنجه. طبعا غرزه جميله ودخلت في كل اشغال الكروشيه، شنط، مفارش، بطاطين اطفال. ان شاء الله الفيديو ده هنشتغل بيها برضو ايس كاب جميل وسهل وبسيط، ان شاء الله يعجبكم باذن الله. كنت شغاله معاكم في القناه برضو كذا كذا اشكال من اشكال الايس كاب، ارجعوا له برضو عندكم في القناه، ويا رب ان شاء الله اتمنى لكم دايما التوفيق باذن الله. معايا ابره خمسه، ابره رقم خمسه، تمام كده، ومعايا خيط سميك، خيط سميك شوي، تمام كده. انت طبعا الخيط اللي انت تفضليه تشتغلي بيه وتختاري الابره المناسبه. نشتغل عقده البدايه بتاعتنا كده، هنشتغل 33 سلسله. انا هشتغل الايس كاب بتاعي نظام قطعه، هشتغل قطعه من ايه، من الغرزه بتاعتنا، غرزه عظم الرنجه دي، وبعد كده بقى هنشوف نقفلها ازاي. مش هنشتغل برضو دايره ونكبر وكده، لا، هنسهل الامور على بعض عشان حبايبي المبتدئين والكل يشتغل والكل يستفاد. يلا كده نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله نبدا كده 33 سلسله، 1 2 3 4 5 6 7، كملوا ونرجع تاني. اشتغلت كده 33 سلسله، وهنشتغل كمان سلسله ارتفاع. بالنسبه للايس كاب، طبعا عشان تعرفي مقاس الايس كاب لاي سن انت عايز تعمليه، كبير صغير، بتيجي تجيب المزوره، تمام، تجيب المزوره وتقيسي من يعني على القوره كده، من قدام يعني مقدمه الراس لغايه من ورا، تمام، لغايه محيط الراس كله يعني، وتقيسي الشخص اللي قدامك. خلاص الرقم اللي هيطلع لك هتشتغلي عليه عدد سلاسل، بس هتنقصي 3 سنتي او 2 سنتي زي ما احنا متفقين. شغل الكروشيه مع الشغل مع الاستعمال بيمط، خلاص يعني بيوسع بمعنى اصح، تمام كده. والطول برضو نفس النظام، احنا هنشتغل طول معين، انا هشتغل طول معين يعني كام، 26 سنتي من القطعه اللي احنا هنشتغلها، 26 سنتي. المفروض اشتغل 30، بس هشتغل 27 او 26، هنقص 3 سنتي او 2 سنتي عشان الشغل برضو معايا بمط، يعني لغايه ما يريح تلاقيه مظبوط على الايه، على الشخص. خلاص تمام كده. برضو لو مش عارفه تقيسي الارقام او المقياس بتاع محيط الراس او الطول بتاع الايس كاب، هيطلع لك دلوقتي، هيظهر لك على الشاشه جدول ممكن تمشي عليه برضو. خلاص كده حبايبي، كده احنا اشتغلنا 33 سلسله وارتفعنا سلسله واحده. نيجي في الغرزه، الغرزه دي اللي بعد الابره على طول اهي، نشتغل فيها غرزه حشو، غرزه حشو، واللي وراها غرزه حشو. نشتغل السطر ده كله من غرز الحشو. خلاص كده اهو، كمل كده لغايه الاخر بغرز ايه، الحشو. واشتغلنا كده عدد السلاسل اللي كانت عندنا 33 سلسله، اشتغلنا عليها غرز حشو. خلاص كده نيجي عند اخر سلسله اشتغلناها برضو، نرتفع سلسله واحده، تمام كده، ونلف الشغل بتاعنا، نلف الشغل بتاعنا. هنشغل الغرزه بتاعتنا بقى، هنشتغل ازاي؟ طبعا معايا غرزه اهي اللي على الابره، تمام كده. نيجي في اول غرزه نشتغل غرزه حشو، غرزه حشو عاديه. خلاص اهي شايفين الضلع الثاني اهو، الضلع الثاني من غرزه الحشو، الضلع الثاني من غرزه الحشو اهو، ندخل فيها كده، ندخل في الضلع بس الاول ده، وندخل في الغرزه الثانيه اللي عليها الدور، الغرزه اللي عليها الدور من غرزه الحشو، ونسحبها الخيط كده. عندنا 3 حلقات على الابره، تمام، نسحب خيط ونطلع منهم الثلاثه مره واحده، تمام كده. تاني ناخد اخر ضلع اتكون معانا في الغرزه، اخر ضلع اهو، اخر ضلع، وناخد الغرزه اللي عليها الدور اللي هي غرزه الحشو دي، نسحب خيط نطلع بيها كده. عندنا 3 حلقات، تمام، نسحب خيط تاني ونطلع منهم الثلاثه مره واحده،
تاني، وبنكرر كده لغاية آخر السطر. ناخد الضلع الأخير ده معانا أهو بالإبرة، ناخد الغرزة اللي عليها الدور ندخل فيها كده ونسحب خيط خطاف بتاع الإبرة. عندنا 3 حلقات، نسحب خيط ونطلع منهم التلاتة مرة واحدة. تاني ناخد آخر ضلع تكون لنا من الغرزة أهو، وناخد كمان الغرزة اللي عليها الدور ونسحب بخطاف الإبرة كده الخيط نطلع بيه لبره كده أهو. عندنا 3 حلقات، نسحب خيط ونطلع منهم التلاتة تمام لغاية آخر الدور، بتكرر بنفس الطريقة تمام. ونرجعنا تاني كده، خلصنا السطر بتاعنا كده، نوصل لآخر غرزة نرتفع سلسلة واحدة ونلف الشغل بتاعنا كده. أنا هشتغل برضو السطر اللي جاي علينا ده بنفس الطريقة اللي أنا اشتغلتها في السطر الأول، بس بالمقلوب. بس بإيه؟ بالمقلوب تمام كده. إزاي بالمقلوب؟ طيب أنا المفروض كنت بدخل هنا كده في أول الغرزة تمام، بدخل كده بالإبرة. لا المرة دي مش هدخل كده، هدخل من الجنب التاني من الناحية التانية، أدخل في غرزة الحشو بتاعتنا اللي اتكونت لنا دي، أو الغرزة بتاعتنا اللي اتكونت، أدخل بالإبرة من الناحية التانية في نفس الغرزة في قلب الغرزة أهي، هدخل تاني كده واسحب الخيط لورا كده أهو. شايفين إزاي اتكونت لنا الغرزة أهي تمام، وناجي نسحب الخيط. اشتغل اتكونت لنا غرزة حشو، اتكونت لنا غرزة حشو. هنا في ضلع اهو زي ما كنا شغالين في السطر اللي قبل كده، ناخد الضلع ده معانا اللي اتكون لنا اهو، ومعاها غرزة الحشو. فين غرزة الحشو اهي؟ ندخل فيها برضو اهو، ندخل فيها بس من الناحية التانية، الابرة اهي من قدام، نيجي نسحب الخيط لورا اهو. شايفة ازاي؟ نسحب الخيط لورا ونيجي نسحب خيط تاني ونطلع منهم ال3 حلقات مع بعض. تاني ناخد اخر ضلع تكون لنا من الغرزة اهي تمام، وبعد كده ندخل تاني بالابرة ناخد الغرزة الحشو اللي على السطر تمام كده، الابرة اهي خطاف الابرة من قدام، نيجي نسحب الخيط لورا كده، تكونت لنا 3 حلقات، نسحب خيط ونطلع منهم التلاتة مرة واحدة. هي مع التكرار هي في الأول تحسيها صعبة، بس لما تكرري مرة واتنين تبقى سهلة بالنسبة لك وجميلة. تاني الغرزة اللي عليها الدور، ناخد الضلع الأخير من الغرزة اللي اشتغلناها وندخل فين؟ في غرزة الحشوة اللي على السطر أهي، الإبرة أهي الخطاف بتاعها من قدام، نسحب الخيط نطلع بيه لورا كده، تكونت لنا 3 حلقات نطلع منهم التلاتة مرة واحدة، وبتكرري كده. أنا الأي سكاب بتاعي ده اللي هشتغله لسن من 3 شهور ل6 شهور تمام كده أهو. هنزل لكم الجدول إن شاء الله وتشوفوا بقى اللي انتوا عايزين تعملوه، لحد صغير شخص كبير مفيش أي مشكلة. خلاص كده أنا هخلص برضو السطر ده كده، احنا هنفضل شغالين كده سطر من يعني سطر في وش وجه الشغل وسطر ايه خلف الشغل، سطر بالعدلة وسطر ايه بالقلب. خلاص يلا نكمل ونرجع تاني اهو، سهلة وبسيطة ان شاء الله. شايفة الغرزة اهي هتتكون لك كده الغرزة اهي، شايفة ازاي زي نظام 7 لفوق. خلاص نكمل لغاية آخر السطر ونرجع تاني. وصلنا كده لآخر السطر برضو، نرتفع سلسلة تمام كده ونيجي على وجه الشغل. شايفين الغرزة اتكونت لنا ازاي اهي، شايفينها اهي. خلاص على وجه الشغل هنشتغل عادي خالص، ندخل في غرزة الحشو عادي ونشتغلها عادي غرزة حشو، ناخد الضلع الأخير اهو شايفينه، ندخل في غرزة الحشو اللي عليها الدور تمام كده ونطلع لي بيها لبر. معانا 3 حلقات، نسحب خيط نطلع منهم التلاتة. تاني ناخد الضلع الأخير من الغرزة اللي قبل كده، غرزة الحشو اللي على الدور، عندنا 3 حلقات، نسحب خيط نطلع منهم التلاتة. تاني ناخد الضلع الأخير ندخل في الغرزة اللي عليها الدور
نسحب خيط. تمام كده، عندنا 3 حلقات نسحب خيط نطلع منهم الـ3. خلاص على وجه الشغل هنشتغل عادي. تمام، نيجي عند اخر الدور نرتفع سلسلة، نيجي على وجه على ظهر الشغل هنشتغل الغرزة هي هي بس بايه، بالقلبة بالناحية التانية من الخلف. تفضلي شغالة كده عدد سطور لغاية ما توصلي فين، المفروض نوصل 30، يعني القطعة اللي نشتغلها 30 سنتي. بس انا عشان الشغل مع الوقت شغل الكروشيه بمط وبيوسع مع الشغل مع الاستعمال، يعني هشتغلها كام، 28 سنتي او 27 سنتي القطعه اللي انت هتشتغليها. خلاص اشتغل قطعه بطول 28 سنتي ونرجع تاني نشوف مع بعض نكمل ازاي. ورجعنا حبايبي كده اشتغلت القطعه زي ما اتفقنا. شايفين الغرزه ازاي شكلها جميل ازاي، او بتبان خالص مع الشغل مع تكرار السطور. انا زي ما اتفقنا اشتغلت قطعه بطول كام، 28 سنتي اهي. انا موجود في الجدول المفروض اشتغل 33 قطعه بطول 33، لا انا اشتغلتها اقل لان الشغل مع الوقت مع الاستعمال بيزيد. اشتغلت قطعه بطول 28 سنتي والعرض بتاع الايس كاب بتاعنا كام، 18 سنتي. هو المفروض كام، اللهم صل على محمد، 17 16، لا انا طولت شويه لاني بعد كده بعد ما اقفل الايس كاب هيجي تن. تمام نتني كده، يعني هنشوف برضو كله في الفيديو باذن الله. كده انا اجيب كده، انا ايه عايزه اقفل الجناب، هقفلها على ايه، بالقلبه كده. خلاص الغرزه بتاعتنا اهي، عشان لما نقلب كده الشغل بعد كده تبان الغرزه بتاعتنا. خلاص عايزه اقفل الجناب على بعض اهي بالطريقه دي كده. خلاص نقفلها بغرزه المنزلقه، نقفلها بمنزلقه، ندخل هنا كده ارتفعنا سلسله، ندخل في اول غرزه عندنا نسحب خيط ونيجي نطلع منه برضو. دي كده غرزه منزلقه. تمام نيجي ندخل في الغرزه الثانيه اللي عليها الدور اهي اهي. خلاص تمام اهي، ندخل في الغرزه اللي قصادها بالظبط. تمام نسحب خيط ونطلع من الغرزه الثانيه، دي اسمها غرزه المنزلقه. تاني ندخل في كل غرزه عليها الدور ونشتغلها ايه، منزلقه. تمام كده نكمل لغايه فين، اخر السطر. تمام كده اهي خلص لغايه اخر السطر ونرجع تاني. خلاص حبايبي كده قفلنا الجناب اهي على بعض اهي، شايفين ازاي غرزة الحشو مش باينة خالص اهي. تمام نيجي بعد كده بقى نشتغل ايه، غرز حشو فين اهي، هنا تلاقيها مفتحة كده الاماكن اللي هنشتغل فيها اهي باينة اهي. تمام اهي كده، دي هنشتغل فيها غرز حشو كده. خلاص اهي غرز حشو بس، ورس حشو عادية يعني اهي. تمام كده، كده احنا بنلم ايه، بنشتغل في سطر يعني وبنسيب سطر. ليه؟ عشان نلم الجزء اللي من فوق ده شوية اهو كده، شايف ازاي بيلم معانا اهو كده. خلاص هكمل برضو. خلاص حبايبي كده اشتغلت غرز حشو اهي، سبت سطر واشتغلت في السطر التاني زي ما احنا شفنا. تمام كده انا فصلت الخيط، هفصل كده واركب ايه الخيط بتاعي في ابرة التنظيف اهي. تمام كده عشان نلم باقي البق ده، باقي الفتحة يعني اللي موجودة دي. خلاص برضو بنفس الطريقة بندخل في كل، يعني نسيب غرزة حشو وندخل في اللي وراها، نسيب غرزة وندخل في اللي وراها كده. شايفين ازاي نسيب غرزة وندخل في اللي وراها، نسيب غرزة حشو وندخل في اللي وراها كده اهي، نسيب غرزة وندخل في اللي وراها، نسيب غرزة وندخل في اللي وراها كده. احنا بنعمل عملية ايه،
تنقيس يعني زي تناقص يعني كده. خلاص آخر غرزتين معانا أهم كده بنفس الطريقة، شايفين إزاي؟ أهي الأيس كاب لم معانا خالص بنفس الطريقة. نفضل بقى نقفل الخيوط برضو عشان ما يفكش معانا. اهي كده تمام. وخلص معانا الايس كاب بكل سهولة، مفيش فيه اي مشكلة. هي قطعة اشتغلناها من غرزة عدم الرنجة، سهلة وبسيطة، هي تكرار سطرين بس، مفيش اي مشكلة. خلاص خلص كده برضو، تبت عليه حلو بالخيط ونرجع تاني معاه. خلاص تبت عليه حلو برضو اهي تمام كده. نشوف كده الشغل بتاعنا شكله ازاي الناحية التانية اهي، شايفين اتقفلت حلو، شكلها جميل اهي، شايفين الغرزة ازاي شكلها حلو. شفت بقى لما قلت لكم الطول انا المفروض هو 17 بس اشتغلته 19 سنتي. ليه؟ لان انا كده كده حاجة اتنيه كده، هتنيه كده. حتى لو الطفل كبر معايا مثلا اكتر من كده عادي، ممكن اسيبه زي ما هو كده تاني. خلاص بس انا حبيت اتنيه كده، فعشان كده زودت الطول. شايفين شكلها جميل ازاي وبسيطة وسهلة جدا. برضو هركب كرة البونبون دي اهي، دي بنشتريها من بتاع الخيوط، هاتيها بالجملة من العتبة او الاماكن دي تكون موفرة بالنسبة لك. برضو كده انا كل ما عليا هثبت برضو الكرة البونبون دي، الخيط لسه واصلاه اهو تمام، ثبتها ونرجع نشوف الشكل النهائي. كده خلاص خلصنا الايس كاب بتاعنا، كان شكله جميل وبسيط وسهل، وغرزتنا جميلة اهي زي ما شايفين في الفيديو ازاي، يعني شكلها مميز وشكلها حلو. وركبنا كرة البونبون برضو اهي. يا رب ان شاء الله الفيديو يكون خفيف وسهل وبسيط عليكم كده ان شاء الله، واتمنى منكم كده اعجاب في القناة واشتراك في القناة وفعال الجرس عشان يوصلك كل جديد، وياريت كومنت حلو كده منك تشجعينا بيه علشان فرحة قناة فرحة تكبر بيكم وليكم بإذن الله. واسيبكم في رعاية الله وحفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.